مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله طبعا اليوم الفيديو راح يكون عن اسئله واجوبه من عندي وجزداني. راح يكون يعني يمكن يا دقيقة الفيديو يا دقيقتين، بعدين راح اجرب اعملكم جوله بغرفتي انا القديمه، وبعدين الجزء الثاني راح يكون جوله بغرفتي الجديده. عرفت ايه؟ تاخرت عليكم 3 شهور، وهابي نيو يير لكم، شغله كثير حلوه عليكم، حسيات جديده. خلينا نبلش بالفيديو، ولا تنسوا تكتبوا لي تحت بالكومنتات أسئلة وأجوبة، أوكي؟ بهذا الفيديو، خلينا نبلش بالفيديو هلا عن جد. أول سؤال رح يكون قديش عمري؟ أنا عمري 10 سنين ونص. أي صف؟ أنا بالصف الخامس. وين ساكنة؟ أنا ساكنة في عمان الأردن. أي مدرسة؟ رهبات الوردية شمساني. بأي تليفون بتصوري؟ بصور تليفون السامسونج. أكمل، أخ وأخت عندك؟ عندي أخ واحد وأخت واحدة، ماما هي حامل بأخ. وين منطقة سكني؟ أنا سكني منطقة هفت بربور بالشارع طعم شويات. وهذا كان فيديو اليوم، إذا حبيتوا لا تنسوا تعطونا لايك وتنشروا لأي حدا بتعرفوه، وتعملوا لنا سبسكرايب وضغط على الزر الأحمر اللي هو تحت الفيديو، تضغطوا عليه، تعملوا تكبسوا على الجرس واذا انتوا على اللابتوب طلع لكم مربع صغير تكبسوا عليه تينج. اذا ما قبل يعمل لكم مش مشكله، هذا مش اجباري، بس اذا انت بتحبوا. ولا تنسوا تكتبوا لنا تحت بالكومنتات اسئله واجوبه عشان اعمل لكم الجزء الثاني. وباي. استنوا، ونسيت اقول لكم انه تعملوا لنا هاشتاج حمل التوصيل تالا 30 مشترك، ويمكن هلا انزل لكم جوله بغرفتي. وباي.